اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج همزه وصل. اليوم نفتح ملفا جديدا كما تعودنا يوميا في همزه وصل على مدار الساعه تقريبا على فترات زمنية كثيرة ومتباعدة ربما من عقود كثيرة سابقة كانت هناك حالة من التسيب واستغلال بعض الثغرات أو نقص في الضمائر لدى البعض ممن هم مكلفون بالمتابعة والتنفيذ في بعض الأحياء والمحافظات ما دفع بعض المواطنين إلى مخالفة القوانين في مسألة البناء سواء بناء على الأراضي بالاستحواذ عليها بدون وجه حق أو بحالة وصورة عشوائية أو مسألة البناء المخالف لمساحة وتقارير التصاريح المصدرة ما إن جاءت ثورة يناير ومع حالة الانفلات الأمني التي وقعت بعد ثورة يناير دفعت الكثيرين أيضا إلى استغلال هذه الظروف وتم التجاوز على الأراضي والاعتداء عليها دون وجه حق أراضي زراعية وأراضي ملك لمؤسسات الدولة وكذا أيضا كان هناك حالة تجاوز في الإعلاء في البناء المخالف جاء اليوم القانون الذي يضبط هذه المخالفات وكانت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشددة باستعادة كافة الأراضي التي تم الاعتداء عليها ومواجهة كافة المخالفات لكن حالة الانفلات والفوضى التي وقعت ترتب عليها الكثير من أعمال البناء سواء كما أوضحت على الأراضي أو في المباني فحاولت الحكومة التيسير على المواطنين والوصول إلى حل وسط بما لا يتخالف مع الظروف الأمنية والظروف القومية والظروف أيضا البيئية إلى محاولة الوصول إلى حالة من التصالح مع من يخالفون في عملية البناء بالتعدي على الأراضي أو المخالفة برفع أدوار البناء الغير مصرح بها جاء من هنا قانون للتصالح يراعي الفئتين هذا هو ملف وموضوع الحلقة من ثم سيكون السؤال مع بدء تطبيقه كيف يسهم قانون التصالح في مخالفات البناء في الحد من هذه الظاهرة أعيد السؤال مرة أخرى على حضراتكم مع بدء تطبيقه كيف يسهم قانون التصالح في مخالفات البناء في الحد من هذه الظاهرة كما أوضحت القانون راعى البعد الاجتماعي وراعى حالة التيسير على المواطنين كما أيضا راعى حق الدولة في الحفاظ على مظهرها وصورتها الحضرية والحالة الأمنية العامة سواء على المستوى المجتمعي أو على مستوى الأمن العام مشاهدينا الكرام بكل تأكيد دائما ننتظر المشاركات التي تأتينا من حضرتكم على همزة وصل إيجي على الفيسبوك تويتر جوجل بلس سكايب إنستجرام كل هذا على همزة وصل نطرح كافة التساؤلات أو المقترحات على المتخصصين على مدار الحلقة من خلال المداخلات الهاتفية قبل أن نبدأ في موضوع الحلقة دعونا نستعرض من خلال التقرير التالي بعض المعلومات حول تطبيق قانون الحد من المخالفات وقانون التصالح لمخالفات البناء نتابع أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وحددت اللجنة التنفيذية خطوات وإجراءات طلبات التصالح حيث يعالج هذا القانون البناء المخالف في فترة معينة ومن تجاوز بعد إصدار القانون لن يتم التصالح معه ولكن سيخضع لقانون البناء الموحد وأكد نواب في البرلمان أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيحل أزمة ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر وأشاروا إلى أن فلسفة القانون قائمة على مراعاة البعد الاجتماعي والتخفيف عن كاهل المواطنين وحل مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين بالإضافة إلى تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر وفقاً لإجراءات تحفظ لكل الأطراف حقوقهم كما أكد عدد من النواب أن القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري كما أن حصيلة الإيرادات سيتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية في بعض القرى والمدن لتعود بالنفع على المواطنين لحل المشكلات القائمة في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية ورؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من الدولة 2030
شاهدنا بعد أن تابعنا التقرير، كما أوضح التقرير أن فلسفة القانون هي مراعاة البعد الاجتماعي، مصلحة المواطن، المصلحة الفردية والمصلحة العامة في آن واحد. من هنا جاء قانون التصالح. سنتعرف على المزيد حول هذا القانون وكيفية حفظ هذه الحقوق لدى الطرفين من خلال المداخلات الهاتفية. وأبدأ باستقبال دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحكم بوزارة العدل، ودكتور رندا جلال أستاذ التخطيط والتنمية المحلية. أبدأ مع دكتور صلاح. دكتور صلاح بعد التحية، يعني كيف ترى أن قانون التصالح في مسألة المخالفة في البناء يحد من هذه العشوائية وهذا الانفلات؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا نشكر القائمين على هذا البرنامج، لأن هذا الموضوع من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المجتمعية في مصر حاليا، ويعاني الكثير منها، وأيضا كانت سببا قبل صدور هذا القانون في إهدار أموال بل مليارات على الدولة وعدم تقنين أوضاع الآخرين. أولا بالنسبة لهذا القانون، فلسفته كما تحدث التقرير هو إعمال الموائمة بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، خاصة أنه بدءا من صدور قانون 119/2008 قانون البناء الموحد، ظهر هناك اعتداء كثير على الأراضي الزراعية وأيضا بنايات مخالفة للقانون، ولم يتم تفعيل هذا القانون بشكل أو بآخر. ثم في حالة الانفلات الآن حدثت بعد 25 يناير، كثر الكثير من رجال الأعمال وغيرهم في بناء عمارات شاهقة في المدن والقرى وغيرها، وبالتالي أصبح المواطن لا يستطيع الترخيص لهذه البنايات، وهناك أحكام جنائية غيابية وأحكام أخرى لم تفعل ولم تنفذ. ولذا راعت القيادة السياسية في مصر رئيس عبد الفتاح السيسي إعمال الموائمة ما بين الدستور والقانون وحق الملكية، وأيضا ما هو أمر المفروض واقعي في مصر حاليا من وجود بناءات مختلفة وعشوائيات كثرت وبناء على أرض زراعية. لذا عالج هذا القانون وعمل هذه الموائمة ما بين حق المواطن وحق الدولة في الحياة الكريمة والعيش بيسر ويسار، وبالتالي صدر هذا القانون. وهذا القانون تحدث في نصوصه بداءة قبل صدور اللائحة التنفيذية على التصالح في البناء المخالف للترخيص أو البناء الغير مرخص ابتداء، أو بالنسبة للأراضي على البناء اللي تمت على البناء على الأرض الزراعية أو توابع القرى من نجوع وعزب. وهذا القانون تحدث على أن البنايات المكتملة الكاملة المرافق في غضون قبل صدور هذا القانون وعلى ضوء التصوير الجوي الصادر من وزارة الإسكان في 22/7/2017، وبالتالي صدر هذا القانون. ولكن لا يجوز التصالح في مخالفات محددة على سبيل الحصر، تحدث عنها القانون وأعملها أيضا عملتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها البناء على الأراضي الزراعية بعد صدور هذا القانون، وأيضا البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية النيل وحماية الآثار، وأيضا المخالفة لحظر الطيران المدني المرتفعة، وأيضا تلك الأراضي ذات الطراز المعماري المتميز. كل هذه الاستثناءات لا تخضع لهذا التصالح. التفاصيل تحتاج إلى مزيد من الدقة دكتور صلاح، وسأنتهز فرصة وجود حضرتك معنا وأسأل عن أبعاد كثيرة في تطبيق هذه اللائحة التنفيذية. أرجو أن تنتظر معي على الهاتف. وذهب لنا دكتورة رندا جلال أستاذ التخطيط والتنمية المحلية. يعني دكتورة رندا بعد التحية، قد يرى البعض أن هذا القانون يهدف إلى مسألة جمع الغرامات، في حين أن الهدف الحقيقي منه هو عملية تنظيم وموائمة لحق الدولة وحق المواطن. من الذي سيفصل في هذا الأمر؟ هل هي لجان؟ هل هي تقارير في المحافظات؟ أم ماذا؟ أهلا بحضرتك. هو القانون هنا حبي زي ما قال تفضل أستاذ صلاح واتكلم، هو موائمة ما بين حق الدولة وحق المواطن. نعم. خلاص بقينا وضع راهن في امتدادات على أراضي زراعية وكذا، الوضع مش هيبقى ليه نهاية، هنبقى في حلقة مفرغة. فأخذنا نقطة فاصلة اللي هي 22/7/2017 تصوير جوي، خلاص هنقنن الأوضاع اللي موجودة عشان تبتدي تمشي الحياة، وبعد كده نعمل بقى ايه وقفة النزيف اللي بيحصل على التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف والكلام ده كله، يبتدي يتحدي منها إجراءات وقوانين تتنفذ.
بس أنا كبتاع التنمية ببص بنظرة تانية. القانون بإجراءاته هيقنن الأوضاع اللي موجودة، وحصل في الإجراءات إن في حصر لكل المدن وكل القرى بقل امتدادات في التصوير، وتدقق وتدقق إيه المخالف ودرجته إيه وإيه اللي هيطلع من تنفيذ القانون. الكلام ده عملته المحليات وترصد وراح للجهات المعنية بهذا الكلام، سواء على مستوى الأراضي أو على مستوى العمارات البنايات، العمارات والوحدات العقارية. تمام. أوكي. تمام. ده هيتاخد فيه إجراء، وهيتاخد الاستثناءات زي الطراز المعماري زي ما تفضل دكتور صلاح وكان. الحاجة الثانية احنا لازم نبص، طب وبعد 2017 للآن وبعد كده في المستقبل إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل يبقى لازم أنا أفتح أفاق جديدة للناس دي تتمتد، وأعمل لهم حوافز إنه يخرجوا من الوادي للدلتا. ده الجهود اللي بتعملها الدولة لتنمية المنطقة الجديدة، بس بشرط إن أنا أخد في الاعتبار احتياجات الناس دي يقدروا يشتروا وحدة سكنية أو يأجروها أو كذا خارج المعمور المصري اللي موجود. بالفعل يا دكتور، ما هي تم بالفعل عملية زي ما نقول مقايضة ما بين إذا كان هناك مكان بتحتاجه الدولة أو إذا كان هناك مكان لابد من ازالته نظرا لمخالفه هذا المكان، تم استبداله بمكان اخر في المدن، يعني عدد المدن الجديده. زي ما انا عامله الرضاء المجتمعي ان انا اقننه موضوع وضعه القانوني عشان رضاءه المجتمعي ان هو يحس ان الدوله راعيته او كده، مع انه باني مخالف اساسا. صحيح. بالاصل. لكن خلاص بقى وضع راهن وانا بقنن له وضعه، لكن نزيف الدم اللي هيفضل موجود للاراضي الزراعيه والكلام ده كله لازم احله ان انا مش مقايده حاليا بس باللي باني مخالف، لا، للي لسه هيفكر في المستقبل او الشباب اللي عايز تخرج من الوادي والدلتا. لا، ما هنسال بقى دكتور. تمام. دكتور رندا، احنا هنعرف بقى وجهه نظر القانون فيما بعد اصدار هذه اللائحه التنفيذيه ماذا عن المخالف. ارجو ان تنتظر معي على الهاتف واعود للدكتور صلاح طحاوي. عاده دكتور، يعني اذا ما تم اصدار قانون ولائحه وتمت المخالفه بعده، يعني ما موقف المخالف وما موقف الدوله من هذا الامر؟ بعد صدور هذا القانون واللائحة التنفيذية يجب على المخالف أن يتقدم في الصدور 6 أشهر من صدور هذه اللائحة، لتقضي مدة أيام لتقنين وضعي بتقديم المستندات الدالة للجهة الإدارية المنوط بها، سواء الوحدة المحلية في القرى أو مجلس المدينة أو الأحياء في المحافظات والمدن. وبالتالي بعد تقديم هذه المستندات وسيادة رسم الفحص، يتحصل المخالف على شهادة تقدم إلى النيابة العامة لوقف الدعوة تعليقا، أو إلى المحكمة الجنائية المنظور أمامها الجنحة أو الجنحة المستأنفة لوقف التعليق لحين التصالح ووعد تقنين هذا الوضع. نعم، معلش دكتور، تستوقفنا هذه النقطة. يعني صدر القانون وصدرت لائحة التنفيذية وبدأ التطبيق، هل يمكن التصالح أيضا بعد ذلك لمن يبدأ في المخالفة بعد اللائحة التنفيذية؟ نقول إن هذا القانون مؤقت وليس قانونا دائما، باعتبار أنه يراعي تقنين الأوضاع والتصالح في المباني المخالفة فقط، وأما بعد التصالح في هذه المخالفات وصدور هذا القانون يعود مرة أخرى تفعيل وإنفاذ القانون 119/2008 الخاص بقانون البناء الموحد، وسوف تطبق العقوبات الرابعة في هذا القانون سواء بالإزالة أو الحبس على نفقة المخالف، وبالتالي لا يجوز التصالح سواء في المباني الصادرة بعد التصوير الجوي 22/7/2017 وإعمال وتنفيذ هذا القانون بأي حال من الأحوال. وهذا القانون الخاص بالتصالح قانونا مؤقتا وليس قانونا دائما. لما سبق وليس ما سلف التطبيق. نعم يا فندم. 2017. نعم. دكتور صلاح، أرجو أن تنتظر معي. عودة إلى الدكتورة رندا جلال. دكتور رندا، طيب البعض لا يدرك أو لا يعي تأثير تطبيق هذا القانون تنمويا وتخطيطيا، يعني كيف ترين هذا الأمر؟ أنا خايفة بس من البعض يبص للقانون إن الدولة كل ما هيبقى فيه وضع راهن وامتداد غير رسمي أو مخالف إن الدولة هتيجي في لحظة تعمل تصالح. لا، هي نقطة نظام. القانون اتعمل الوقت زي ما دكتور صلاح قال إن هو لحد 2017. طبعا إحنا 2017 ده نتاج عدم الاستقرار اللي حصل من 2011 لحد. نعم. الآن. نعم. طبعا لما يكون في لا، هو من 2011 كان ل13، يعني هي الفترة اللي هي السنتين دول. الفترة اللي هي حصل فيها امتداد بشكل رهيب. نعم. طيب عملنا نقطة نظام، منها إن إحنا رضينا المجتمع، ومنها ان احنا بنحاول ناخد حق الدولة ان انت مش بتعمل المخالفة دي وخلاص، وهنصرف بيها على البنية الاساسية. طيب. نعم. النقطة اللي انا خايفة منها
ان لازم يبقى في حاجه صارمه ما بعد التصوير الجوي 2017 للان او لما ما يحدث في المستقبل ان انا اخالف واقول الدوله هتصالحني في يوم من الايام. لا، فعشان كده انا ببص لها من وجهه نظر تنميه. قبل ما هم يخالفوا انا اكون فتح افاق تنميه جديده في اماكن جديده، بس الميزه اللي فيها ان انا اجذب الشباب واجذب الفئات والوعي المجتمعي. نعم دكتور رندا، معلش عذرا للمقاطعة الكثيرة، ما هو بالفعل قامت الدولة بفتح أفاق للتنمية متعددة، يعني هناك مشروعات قومية هائلة سواء من مسألة الزراعة واستصلاح الأراضي، مسألة البناء والمدن الجديدة، مسألة التعويضات الاجتماعية وما إلى ذلك. تفضلي. أيوة، بس لازم برضو دراسة مدققة، إيه الفئات اللي أنا مستهدفاها؟ هتيجي نوعية إسكان يناسبها إزاي؟ قدرتها الشرائية إيه؟ خد بال حضرتك احنا موحدين سياسات الاسكان في كله، الفئات الاجتماعيه هي بس اللي كذا. لا، انا هاجي عند الوادي اقول والله شمال الصعيد محتاج كذا، هيروح في الاماكن دي نسبه قد ايه عايزه اجتماعي واقتصادي والكلام ده كله، لازم تدرس بالتفصيل وافتح افاق مع فرصه عمل. معلش عفوا دكتور رندا، معلش عفوا، يعني قانون الاسكان او سواء الاسكان الاجتماعي او حتى توزيع الاراضي الزراعيه بيتم وفق اشتراطات محدده ودراسات تتعلق بكل محافظه وبكل مدينه جديده وبسكان أيوة هذه المحافظه بالفعل. بس تدرس بمستوى اعلى شويه عشان اجذب اكتر. هي الناس طب ليه ما بتروحش؟ بتروح يا فندم؟ لا هي بتروح، نسبه قليله اللي بيروحوا. انا بقى عايزه اشوف اساليب جذب اكتر. يعني اشد البر وفي نفس الوقت امنع جوه. يعني امتيازات وتحفيز، يعني ربما طارين من هذه الزاويه الشباب. والوعي المجتمعي بقى انا يعني اتراءى ان وزاره الشباب والرياضه ووزاره الثقافه ووزاره كذا كل دول يتضافروا ان انا عايزه وعي مجتمعي. دايما انا بعمل رضا مجتمعي وقنن اوضاع، لا لازم ارتقي شويه بالوعي المجتمعي. ان انت ما تبصش لمصلحتك الشخصيه بس، ان انت تبني ليك ولعيالك وانا اهدر اراضي زراعيه واروح اطلع غيرها. صحيح، يعني دي احنا محتاجينه برضه، الوعي المجتمعي. زي ما انا بعمل رضا مجتمعي محتاجه وعي مجتمعي. التعليم والمدارس والجامعه لازم اللي هو الشاب اللي خارج من المجتمع ده يعرف ان انا كده بساهم في اهدار تراث وقيمه للدوله. تأثير صحيح، تأثير عام، تأثير حضاري وتأثير أمني، تمام، وتأثير حقوقي أيضا يعني في المقام الأول. لازم نلعب بيه كل ده. إحنا دورنا في المجتمع، التعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، كل ده ده جانب. الإطار القانوني والتشريعي لازم يكون لينا بيه وعي. ملويش دراع الدولة إن أنا بعد فترة لازم تعمل لي تقنين أوضاع، لا. ده ما هو خلاص، ما اللائحة التنفيذية يا دكتور، اللائحة التنفيذية محددة هذه النقطة، ما بعد تصوير 2017 يتم الإزالة. وربما سأستفسر أيضا، أرجو أن تنتظر معي على الهاتف، استفسر من دكتور صلاح. دكتور صلاح، يعني هل هناك عقوبة رادعة للتجاوز في حالة المخالفة سواء بالاعتداء على الأرض أو في البناء ما بعد 2017؟ هذه العقوبة تتجاوز مسألة الإزالة والرد؟ هل هناك مثلا غرامة مالية ضخمة؟ هل هناك عقوبة بالحبس أو ما إلى ذلك؟ نعم، أولا تحدث قانون البناء الموحد 119-2008 على عدة أمور. الأولى محضر مخالفة أعمال، ثم يصدر قرار إزالة. العقوبة في كلا المحضرين الحبس والغرامة على السواء. المتر يبدأ من 300 جنيه ويضاعف لمثلي القيمة، بخلاف عقوبة الحبس قد تصل إلى 3 سنوات. هذه هي العقوبة، ولكن لم تكن مفعلة بشكل أو بآخر. أولا أنا برضو عايز أتكلم في ما تحدثت فيه الدكتورة رندا، أن البعض قد يعتقد أنه قد يصدر قانونا في المستقبل لتقنين أوضاع أخرى، وهذا هذا السؤال فعلا له من الوجاهة الكثير أو التساؤل، خاصة أن كثير من الأحكام لم تنفذ، وكثير من بعض موظفي الجهات الإدارية في الأحياء. تمام دكتور، وأيضا هناك البعض ممن لم يتقدموا بالفعل العمل المصالحة، موقف الطرفين. نعم. يعني نعم بالضبط حضرتك، فبالتالي يجب على أن يجب أن تنفذ هذه الأحكام. وبرضو الوعي الثقافي تحدثت عنه الدكتورة رندا من الناحية القانونية، البعض يعتقد أن هذه الدعاوى وهذه الجنح تنقضي بالتقادم طبقا للمادة 15 إجراءات جنائية، وهذا رأي أو فهم مغلوط باعتبارها أنها من الجرائم المستمرة التي لا يطبق عليها النص الخاص بالتقادم في الدعوى الجنائية حتى يتم إزالة المخالفة أو تصحيح الأعمال. فمن أجل أن يفعل هذا القانون حقيقة يجب تفعيله على أرض الواقع، وإذا ما صدرت أحكام جنائية على هدم من قانون البناء الواحد بعد الانتهاء من هذا القانون المؤقت الخاص
بالتصالح في البناء يجب أن تفعل وتنفذ هذه الأحكام لكي تحقق العقوبة الهدف المبتغى منها الردع الخاص والعام على السواء. تمام. طيب دكتور، وماذا عن المنازعات القانونية القائمة بالفعل قبل تطبيق القانون أو قبل إجراء عملية التصوير وتنفيذ وتوقيع اللائحة التنفيذية على أرض الواقع؟ اولا عندي عده محاور. المحور الاول ان يكون المحاضر التي حررت ضد المخالفين قد صدر على هديها احكام غيابيه، يجوز للمخالف او صدر من ضده الحكم ان يعارض في هذا الحكم امام محكمه الجنح، فاذا ما تقدم في غضون 6 أشهر الى اللجان المختصه بالتصالح يحصل على شهاده مؤقته بانه قدم اوراقه، يتم وقف الدعوه تعليقا حين البت في التصالح بشكل نهائي، خاصة وأن هذا اللائحة التنفيذية يسرت على كثير من المواطنين سداد هذه الغرامات أو المبالغ المالية بحد أقصى 3 سنوات بأقساط ربع سنوية، فإذا ما تحصل على الشهادة النهائية بالتصالح تنقضي الدعوة الجنائية بالتصالح. أما الأحكام النهائية يتقدم المخالف أيضا للنيابة العامة مكتب السيد المستشار المحامي العام النيابة الكلية التابعة لها ويتم إيقاف هذه العقوبة. أما من قام بتنفيذ العقوبة وما زالت مستمرة حتى الآن في تنفيذها يتقدم أيضا إلى السيد المستشار المحامي العام النيابة الكلية بطلب وقف التنفيذ باعتبار أن هذا القانون الخاص بالتصالح في البناء ولائحته التنفيذية قانونا أصلحا للمتهم. نعم دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحكم بوزارة العدل، بشكر حضرتك شكر جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات الدقيقة للائحة التنفيذية لقانون التصالح حول مخالفات البناء سواء على الأراضي أو على الوحدات السكنية. بشكر حضرتك. وعودة إلى دكتور رندا جلال أستاذ التخطيط والتنمية المحلية. دكتور رندا، يعني كيف يستطيع المواطن أن يسهم في تحقيق هذه العدالة الاجتماعية التي طالب بها؟ يعني طالما أن الدولة تحاول المواءمة، إذن ما هو دور المواطن في هذه المواءمة؟ إن هو دورنا إحنا كدولة وإن إحنا نوعي إن أنت بتطالب بحق لازم يبقى في منظومة للحق والواجب. نعم. يعني أنا خدت حقي وعارفة إن أنا واخد حقي وهو مش حقي ومتدد مخالف، ولما الدولة تطلب مني جزء من التصالح ده عشان أصرف بيه على حاجات تانية لأن أنا حطيت الدولة في وضع واقع أمر واقع خلاص فبتحاول تصلحه. نعم. هنا لازم نلعب إحنا على دور الوعي والمنظومة الحقوق والواجبات، وده وعي واسع في العرف الاجتماعي وفي أدياننا والكلام ده كله لازم ألعب عليه. نعم. ولازم أنا بديك حقك ولازم حق الدولة لازم تاخده. احنا يا فندم خلينا نتفق، هو مش حق، هو مخالف يا فندم. يعني في محافظات مختلفة حجم من العمارات أصبحت موجودة. أنا بديهولك ما أنت ما تخالفش وتصاري بعد كده وتقول الدولة جاية عليا وأنا استثمارات حطيتها أو كده. دورنا كمان كتنمية إن أنا لازم أفتح أفاق، ده أنا أفلوس وبنى بالمخالف مسهل له الطريقة في مكان جديد بأساليب الدولة بتعمل له مجهود، لكن أكتر بقى أكتر وأشوف الناس دي بتسهل. أنت عليك بتكلمي يعني على المواطن ولا المستثمر؟ يعني ما هو المواطن المستثمر هنا. لا يا فندم، لا أقصد معلش عفوا للتوضيح نقطة عفوا. يعني هي المواطن اللي بيبني مجرد بناية صغيرة أو يتجاوز في عدة أمتار أو قراريط في أرض، ولا المستثمر اللي بيستحوذ بوضع اليد؟ الاثنين. أصل إحنا لازم نفهم المنظومة، هو بيحصل إيه؟ هو بيجي مقاول يتفاهم مع الأهالي دي وياخد منهم ويبني وحدات ويقسمهم فيها. طب ما ناخد الفكرة دي وعملها لهم في حتة جديدة. نعم. طب يعني ما ده حاصل في قانون الاستثمار يا فندم، ما هو في حوافز استثماريه في قانون واللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار بتفتح افاق كثيره ومتعدده في هذا المجال تحديدا. افهم الميكانيزم اللي الناس بتعمله مع نفسهم دول. اتعلم منه واخده واعمله وسهل بقى في اماكن جديده. ما بص حضرتك ايه المشكله، ايه ان الحراك المجتمعي اسرع ومتفاهم مع نفسه عشان هو برايفت اسرع مني انا كدوله. نعم. لا انا افهم الميكانيزم ده ماشي ازاي واحاول اعمله في وصلت اماكن جديده. وصلت الرساله. دكتور رندا جلال استاذ التخطيط والتنميه المحليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وان كانت الدوله بالفعل هي دائما مساله البطء، اذا ما حدثت في امر ما فتكون لتعميق الدراسه وتوسيع قاعده الدراسه لمحاوله شمول كافه الحالات
بشكل عام. مشاهدينا الكرام، بعد أن تعرفنا على الشق القانوني في مسألة التصالح لقانون التصالح الجديد حول مخالفات البناء، وتعرفنا أيضا على الشق التنموي ودور الطرفين الدولة والمجتمع في هذا القانون، دعونا نتعرف على رأي الشارع حول بدء تطبيق قانون التصالح حول مخالفات البناء. تابعونا. هو التصالح بمعنى ذاته هو كويس جدا، وهذا روح القانون، لان اللي بنى خلف، فمعنى ان هو بنى كلف اموال، فيجب عشان احنا ما نهدمش الانسان المصري، نبني الانسان المصري، نتصالح معه، بس ناخد اجراء فيما بعد صارم جدا، لكي كل ان يكون امام القانون سويه. لكن عندما نتصالح يجب ان احنا نتصالح بشفافيه وباحترام. اكيد طبعا اي حد ما بيلاقي في قانون او في ردع اكيد طبعا بيفكر 100 مره قبل ما يعمل المخالفه، فده شيء كويس جدا. نقطه التصالح في حد ذاتها هي ده شيء مربح جدا للدوله، وفي نفس الوقت هو بيشجع الناس ان هي ما تتعداش على اراضي الدوله ومقدراتها، وهيبقى في نوع من التحكم او الكنترول. القانون دلوقتي لما يتطبق الناس طبعا الناس كلها هتخاف، وهتخاف تمشي تعمل غلط. والله هو القانون جميل جدا جدا، بس احنا نلتزم بيه، بمعنى الناس اللي غلطت خلاص هي غلطت وبنت، وهنعمل تصالح معاهم، ده الحكومه تعمل تصالح معاهم، وكل واحد غلط غلطه هيدفع ثمنها خلاص، لكن فيما بعد كده كل واحد يلتزم بالقانون. ايه المانع ان احنا نلتزم بالقانون؟ انفاذ القانون حق على هذا الأمر أجمعت عينة عشوائية من الشارع المصري، ومن ثم هو رأي عام وليس رأي فرد أو مصلحة فرد إذا كان هناك إخلال أو قصور أو نقص أو محاولة استغلال ثغرات للتجاوز. بشكل أو بآخر سنتعرف على المزيد من المخالفات المتعددة وموقف اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مسألة البناء من خلال المداخلات الهاتفية، وسيكون معي على الهاتف الأستاذ عاطف أمين مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائي، ودكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. أبدأ مع دكتور كريم، يعني دكتور كريم بعد التحية، تأثير مسألة المخالفة في حد ذاتها سواء كان في البناء أو بالبناء في الوحدات السكنية أو التجاوز والتعدي على الأراضي ومسألة وضع اليد، تأثير هذا الأمر على الاقتصاد، لأن البعض للأسف يرون هذا الأمر من وجهة نظرهم الشخصية ومنفعتهم الشخصية، ويرون أنهم لن يضروا بموقفهم الفردي المجتمع بشكل عام. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة مشاهدي قناة النيل للأخبار. طبعا احنا لا يمكن انكار ان البناء على الاراضي الزراعيه او البناء المخالف هو طبعا انت كده اخترقت القانون وهي جريمه. صحيح. ولكن يعني احنا كلنا كما هو معروف ان خلال بعد ثوره يناير وحاله الفوضى اللي قعدت في الدوله المصريه فترتب عليها مخالفات كثيره. يبقى احنا هنا قدام وضع، هل هنعمل ازاله للبناء اللي حصل وكده كده الارض اتبورت الزراعيه وكده كده البناء حصل، وان هدمه مش هيوصلنا النتيجه. احنا طبعا يعني محتاجين بداية تكون لدينا قوانين رادعة وجزاءات وعقابات فورية وسريعة وغرامات عالية جدا علي بناء على الأراضي الزراعية في الفترة الحالية بعد قانون التصالح، وان قانون التصالح ده احنا مش محتاجين ان هو يفتح لنا باب ان هو استمرار البناء والمخالفات على الاراضي الزراعيه، لان احنا نخشى ان الرقعه الزراعيه المصري تنكمش، وده طبعا ده موضوع هي انكمشت يا دكتور بالفعل، يعني ما يعني هو ليها بديل طبعا، مشاريع قوميه المليون ونص فدان والاصلاحات الارض الزراعيه الجديده هو كبديل، ولكن طبعا يجب المحافظه بكل الطرق وكل الوسائل الممكنه على الرقعه الزراعيه المصريه، لان ده يعتبر بعد امن قومي. انت مش مطالب يعني هل هو المواطن والفلاح لما يجي يبني على الارض الزراعيه اكيد هيقلل الانتاج اللي بيطلع من الارض الخضروات وفواكه وخلافه، ويجي بعدين يشتكي يقول الحاجات غاليه وفين الانتاج وفين. صحيح التبعات كثيره والسلبيات. نعم التبعات، اذا فالكل مسؤول، يعني الكل مسؤول. وكان في قبل كده قانون تقريبا في بدايه الالفينيات ان
بيبقى المحافظ بيبقى عليه جزاء او عليه عقاب اذا حصلت حاله تعدي على اراضي زراعيه اثناء وجوده على المحافظه، ولكن تقريبا تم الغاء هذا القانون او هذا الاجراء، ولكن احنا خلينا في الوضع الحالي. انا اولا اتصور ان يعني الغرامه او تكلفه التعويض عن المتر هي برضو لا زالت انا شايفها قليله، يعني اذا كان هو معلش يا دكتور نوضح النقطه دي للمشاهدين، ان بحسب اللائحه التنفيذيه سيتم تطبيق غرامه وتقييم للمتر كل محافظه على حده، لان المناطق لا تستوى المحافظات لا تستوى بالتاكيد يعني. نعم بالفعل كل محافظه طبعا والمدن غير القرى، ولكن هو كان الحد الادنى للقريه 125 جنيه للمتر، والحد الادنى للمدينه تقريبا 500 جنيه للمتر. يعني انا برضو ارى اتصور يعني ان هو ده رقم برضو ضعيف، لان احنا حتى لو كان الحد الاقصى 5000 جنيه للمتر، فطبعا يعني اكيد بعد ما يتعمل لجان وشكاوي و مش هنوصل للحد الاقصى اللي هيتم دفعه هو الحد الادنى. نعم. يجب ان تكون تكلفه الحد الادنى للمتر الذي تم تبويره او تم البناء عليه تساوي تقريبا يعني زراعه ضعف هذه اضعاف هذه المساحه في الصحراء او اراضي زراعيه اخرى. نعم يعني دكتور بالفعل، بس هو البعض لما تجاوز وتعدى كان بيضع في حسبانه ايضا انه سيتصالح ورصد مبلغ لهذا الامر. عموما ارجو ان تنتظر معي على الهاتف دكتور، احتاج للمزيد من التوضيح حول البعد الاقتصادي والسياسي في هذه اللائحه. لكن الان بذهب الى الاستاذ عاطف امين مؤسس التحالف المصري للتطوير العشوائي. استاذ عاطف بعد التحيه، يعني هناك من يرى أن عملية التطوير العشوائي قد يتحملها المواطن الذي لا يستطيع دفع أعباء مخالفة القانون بسواء رفع البناية أو التجاوز على أرض ليست من حقه، كيف ستطبق اللائحة مع مثل هذه الفئة؟ أولا حضرتك مشروع قانون التصالح في بعض خلافات البناء وخروجه الى النور احنا بنعتبره انجاز كبير يضاف الى انجازات الكيان السياسي بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المشروع هيقضي على مشكله العشوائيات التي تراكمت على مدار السنوات السابقه نتيجه فساد المحليات للاسف. سيحل ازمه ما يقارب من 20 مليون وحده مخالفه على مستوى الجمهوريه، منهم فقط 500,000 دور مخالف. لان حضرتك كما نعلم ثواني يا استاذ عاطف 500,000 دور بناء مخالف في مختلف المحافظات. ولان وحضرتك كما نعلم ان هناك 48% من الكتله العقاريه في مصر مخالفه بسبب ايضا فساد الاجهزه الاداريه التي تسببت في كل هذا في انتشار العشوائيات المنتشره في جميع انحاء مصر في جميع المحافظات كلها. القانون هيحقق لي ايجابيات كبيره، هيستغل مخالفات البناء ايرادات للدوله بحوالي 300 مليار جنيه اللي هو هيتم استغلالها في ما استاذ عاطف معلش عفوا للمقاطعه عشان ما نحطش الامر في اطار ان هو مجرد عمليه تحصيلات ماليه. هناك بالتاكيد من هذا الكم 48% من حجم البنايات مخالفه، هناك اكيد ما يخالف من الوجهه الامنيه ومن الوجهه التي تضمن سلامه المواطنين ام ماذا؟ طبعا هو اهم حاجه في هذا القانون حرص القياده السياسيه على مصلحه وحمايه ملايين المواطنين وتقنين اوضاعهم، ولكن احنا برضو بنعرف المخالف الدوله مش هتاخد منك، مش هتدفع المخالفات دي، ده بالعكس ده هتصب في مصلحه المواطنين في مشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل للقضاء نهائيا على البنى المخالف والبنية التحتية من توصيل بعض المرافق من كهرباء ومياه وصرف السياحة في بعض المناطق المحرومة أيضا. فكل هذا المشروع يعتبر إنجاز لأنه هيصب في الأول وفي الآخر للمواطن، حماية المواطن. تمام أستاذ عاطف، بالتأكيد يعني هو بعتذر عن كثرة المقاطعات، هو بالتأكيد كل ما يؤخذ من المواطن هو يعود على المواطن في تصريف الموازنة العامة للدولة، ولكن هناك تفاصيل دقيقة جدا في هذا الكم اللي حضرتك عرضته والعدد الضخم من المخالفين وكيفية التعامل معاه هستفسر من حضرتك عنه، ولكن أرجو انتظار معي على الهاتف. عودة أخرى مرة أخرى للدكتور كريم العمدة. طيب دكتور كريم، إذا كان بحسب ما أوضح الأستاذ عاطف أمين هناك 48% من حجم البنايات مخالفة، يعني ما الذي تحتاجه هذه البنايات وهؤلاء المخالفون
للعودة مرة أخرى للصورة المنضبطة والقضاء تماما على العشوائيات والمخالفات؟ طبعا يعني طبعا أنا أتفق مع الأستاذ عاطف في نقطة واحدة، هو هيمثل مورد للدولة، لكن برضو إحنا مش عايزين نهمل فكرة أن القطاع العقاري في مصر هو قطاع عشوائي إلى حد ما، وأنه هو بيمتص جزء كبير من السيولة لدى المواطنين. يعني أغلب المواطنين اللي هم عايزين يستثمروا فلوسهم، فلا إما يحطوا فلوسهم في الاستثمار آمن في البنوك، لا إما البديل للبنوك أنه هو يستثمروا في قطاعات، وبناء عليه أصبحت في كمية أموال ومدخرات المصريين بمئات مئات المليارات تضخ في القطاع العقاري، ونتيجة لكثرة الأموال اللي بتضخ في القطاع العقاري فأصبح فيها جزء من العشوائية وجزء مخالف للقوانين وعدم الالتزام بالبناء و و و و و صحيح. أنا قلت يعني أنه هو الردع ده شيء مهم، يعني هو مورد للدولة، ولكن لازم نعرف أنه هو تم التصالح في النقطة دي، لأن إحنا عندنا مئات الألاف من الوحدات تم بنائها أثناء الثورة وخلاص، وبقى أمر واقع، لكن مش معناه هذا القانون إن إحنا نستمر على المخالفة ويبقى سعر المتر 125 في القرى كتصالح و500 في المدينة. لا طبعا، إن أنت حتى بعض التصالح أنت في تكلفة على الدولة، إنك أنت مطالبة الدولة إنها توصل مرافق مية وكهرباء ومية وكهرباء وغاز و للعقارات المخالفة، لأن خلاص لا هو العشوائيات دكتور، يعني هو العشوائيات لا يختلف عليها شخصان، يعني بالتأكيد لابد من عملية القضاء على العشوائيات، مسألة أمنية، مسألة حضرية، مسألة آدمية وصحية. أنا يا فندم بتكلم على العقارات اللي مبنية عادي، اللي هي العمارة اللي ثلاث أدوار بقت 10 ده من عقود بقى دكتور، ده ما هو ده كيفية التعامل معه. وإن اللي بنى على الأراضي الزراعية، أنا بتكلم عن النقطة دي. العشوائيات لا طبعا، الدولة ماشية في اتجاه القضاء على العشوائيات، تدي للمناطق العشوائية وتبني مساكن جديدة آدمية، يعني ده اتجاه الدولة المصرية شغالة فيه كويس يعني إلى حد ما. وطبعا يعني ممكن زي ما قال الأستاذ عاطف يبقى في جزء من نتيجة الأموال بتاعت التصالح يوجه للقضاء على العشوائيات، شيء جميل إن التصالح على البناء المخالف ده طبعا هتبقى عائداته بالمليارات، ايضا يتوجه جزء لاستصلاح الاراضي الزراعيه، ما احنا عايزين بديل للرقعه الزراعيه اللي تنخفض. ثاني مره برضو بقى الجزء الاهم هنا، ان يعني يبقى فيه بقى حاجات حزم ردع وحازم من هنا ورايح في البناء، خاصه في القرى والبناء على الاراضي الزراعيه. لازم برضو نصل لمرحله ان هو احنا دلوقتي برضو لازم نكون عارفين ان السنين اللي فاتت يعني المواطن مجبر ابتدى يبني على الاراضي الزراعيه نتيجه يعني انخفاض العرض من الوحدات العقاريه او انخفاض العرض من الاراضي الصالحه للبناء، لكن احنا دلوقتي امام يعني شيء جديد وجميل جدا في مصر، هذا الكم الهائل من المدن الجديده. صحيح. مش هتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده ولا هتكلم عن العالمين، لان الناس بتتحدث لا مدن يا فندم، بنتكلم عن مدن اكتر من 12 مدينه، اكتر من 10 مدن خلايا بنتكلم، يعني مش هتكلم على المدينتين الكبار دول علشان الناس بتتكلم عن اسعارهم، لكن اصبح في كل محافظه لها ظهير صحراوي وفي مدينه جديده. نعم. واصبح في القاهره تجمعات عمرانيه جديده، سواء تجمع في الشيخ زايد الجديد او حدائق الاهرام الجديده او سفنكس، او يعني اصبح لدينا عدد كبير من المدن الجديده والتجمعات العمرانيه الصحراويه الجديده هتبقى مبنيه على احدث التراث. فاذا ما فيش مبرر او ما فيش اي سبب يخلي المواطن يبني مرات اخرى على الاراضي الزراعيه، يعني ان الدوله ابتدت تعمل لك مدن وتستصلح لك مدن وتطرح لك وتستثمر. يعني بالتاكيد دكتور، يعني عمليه وجود مدن وجود بدائل وجود تعويضات وجود نعم وجود عمليه التصالح في حد ذاتها هي تعتبر عنصر هام جدا. ارجو ان تبقى معي دكتور كريم، وعوده مره اخرى للاستاذ عاطف. طيب استاذ عاطف، يعني ما دور المواطن في انجاح اللائحه التنفيذيه لهذا القانون حرصا على المصلحه العامه والفرديه ايضا للمواطنين؟ احنا عايزين الاول نبتدي الدوله تعمل حمله اعلاميه كبيره لتوعيه المواطنين وارشادهم للتصالح في مخالفات البناء، لان في مواطنين كتير جدا، في نسبه كبيره جدا، يمكن لحد دلوقتي احنا بنقعد مع ناس في التحالف في مصر بنعمل حملات توعيه في المباني، لان انا عايز اوضح حاجه ل 48% اللي هي الكتله العقاريه المخالفه دي، المناطق العشوائيه الغير مخططه اللي منتشره في جميع انحاء مصر، لان حضرتك كلنا نعلم في السابق كانت الدوله بتطلب للمواطن حريه البناء ليه ولاسرته في وحده امنه، لان ما كانش بتوفر له اسكان اجتماعي لمحدود الدخل زي ما موجود دلوقتي منذ تولي السيد الرئيس لا معلش استاذ عاطف، برضه يعني غير حكايه مساله التوفير وما الى ذلك، هناك جشع من البعض لا نستطيع ان ننكره او نتجاهله، يعني زي ما اوضح الدكتور كريم، يعني هناك عماره مرخص لها بثلاث اربع ادوار اصبحت 10 في محافظات كثيره على مشهد ومراه من الجميع، يعني
ما هو حضرتك ال 48% في انت حضرتك بتتكلم على العقارات الملخصه في عماد اسبانيا غير مخططه ولا ده انا هيك بقى عن غير مرخص ده تمام اتفضل تمام كل المخالفات مش كلها رخص حضرتك يعني في انت لما حضرتك اللي ممكن يبني خمسه رخصه بخمسه يبني عليها خمسه ولكن احنا بنتكلم 40% معظمهم منتشرين في المناطق المناطق العشوائيه غير مخططه اللي هو بيبني مخالف مع فساد المحليات بيضطر فساد المحليات بيوصل له بعض المرافق فبالتالي الدوله لما بتبص بتلاقي المرافق فيه تفصيل من او غاز او كهرباء فبالتالي بيبقى امر واقع وبتعترف بيه اللي ده مبنى يراعي شروط الامن والسلامه للمواطن وده ينطبق عليه المصالحه برضو لو كان في مساله المخالفه في الترخيص ينطبق عليه ما هو حضرتك هي في شروط اهم حاجه في المصالحه اللي هو ما يكونش مبنى قديم او اي لسوت او يهدد حياه المواطنين تمام في الدوله حاطه شروط وحاطه اخر مسح جوي في 2017 تمام طيب معلش استاذ عاطف في اقل من ثواني حضرتك اوضحت لابد من خطه اعلاميه وحمله اعلاميه قوميه كبيره لعمليه التوعيه نقطه ثانيه او النقاط المتبقيه لدور المواطن وعمليه التوعيه في ثواني ارجوك يبدو ان الاتصال مع الاستاذ عاطف امين مؤسسه تحالف استاذ عاطف ايوه مع حضرتك طيب في ثواني ارجوك يعني حمله قوميه بالتوعيه وماذا ايضا في ثواني توعيه المواطن لازم يعرف ان بلدنا بقت ماشيه في الطريق الصحيح وان مصر الان غير مصر السابقه اللي الدوله دلوقتي بتنظم للمواطن وترعاه وبتحاول توفر له كل وسائل الامن والسلام والمساكن الادميه المفروض المواطن كمان العادي ما يحاولش اللي يشتري اي وحده مخالفه او 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 يخش يشتري اي عقار مخالف وبعد كده يقول للدوله ازالته يعني يرجع للجهات المؤسسيه والجهات الرسميه وهو وقت المداخله انت عفوا استاذ عاطف امين مؤسس التحالف المصري للتطوير العشوائي بشكر حضرتك شكرا جزيلا عايزين مداخله وعوده اخيره دكتور كريم العمده دكتور كريم تعليق اخير لانجاح تطبيق اللائحه التنفيذيه طبعا يعني احنا بعد القانون يعني وعمل اللائحه التنفيذيه طبعا يعني زي احنا بنتكلم دائما وابدا انه خلاص القانون امر واقع وان التصالح لدى المواطن ولكن يعني المعايير الفنيه واللجان اللي هتنزل وتبقى تخصص الفنيه الحاجات الفنيه الخاصه بالعمارات وقدره تحملها دي النقطه الاهم هنا علشان نحفظ حياه المواطنين تمام دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى التوضيحات والملاحظات الهامه حول قانون التصالح في مخالفات البناء. مشاهدينا الكرام قبل أن أترككم أعرض عليكم سؤال حلقة غد من برنامج همزة وصل مع انتهاء كأس الأمم الأفريقية والتنظيم الذي أبهر العالم السؤال يقول كيف ترى أهمية التنظيم في إنجاح البطولة الأفريقية أعيد السؤال مرة أخرى كيف ترى أهمية التنظيم في إنجاح البطولة الأفريقية في مصر بكل تأكيد انتهت البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر دائما ننتظر المشاركات التي تأتينا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم في أمان الله وإلى اللقاء وفريق عمل جديد شكراً